والآن نتحول إلى أخبار الطقس والحالة الجوية. عودة مرة أخرى وأخيرة إليك ميرفت. شكرا أميرة وسحر، وأهلا بكم مجددا مشاهدينا مع أخبار الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غداً الجمعة طقس حار نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، بارد ليلاً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وهذه درجات الحرارة المتوقعة غداً على بعض المدن والمحافظات، ففي القاهرة العظمى 33 والصغرى 17، إسكندرية 30-17، مطروح 33-17، بورسعيد 31-15، الإسماعيلية 32-17، السويس العظمى ستكون 32 والصغرى 17، العريش 29-14، طابة 34-18، شرم الشيخ 34-21، الغردقة 33-20، الأقصر العظمى ستكون 37 والصغرى 18، أسوان 38-18، الوادي الجديد 39-20، شلاتين 35-19، وأخيرا حلايب 36 الصغرى 18. والآن نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.